يعني فطلعت العروس للعريس كانت كتير حلوة وأنا انبسطت إنه كشغل كتير عجبهم. هيدا الشغل وهذا المجال بتحسي إنه يعني فن وبصراحة يعني وشي كتير حلو، خاصة إذا الشغلة أنت بتحبيها من قلبك لازم تتعبي عليها. إجيت أختار فستان لأنه سمعت عن اسم صالون نور، فساتين كتير حلوة وشغله كتير حلو، وإجيت أختار لون فستان أحمر لأنه خطيبة لأنه قرب عيد الفالنتاين وخطيبي بده لون أحمر. بأزمة كورونا خف ضغط العرايس، صرنا نروح ناخذ مثلا أغراض مثلا معنا عدة المكياج، عدة التسريحات وهيك أشياء، نروح لعندها ناخذ اغراضنا ونعمل لها التسريحه والمكياج بالبيت او تلبس فستانها بالبيت. هيدا عيد الفالنتاين مش ضروري يكون لحبيب وحبيبي، لازم يكون للاخوه للخوات للاهل للقرايبين، فمش ضروري يعني يكون بس للحبيبين مثلا يعني.